نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة موضوع مهم وكل الأهالي إيه بتعاني منه. وإحنا كنا بنقول إن إحنا في الصيف موسم الرحلات، وبيكون في ناس كده بتتعب أثناء السفر، يجي لها حالة من الدوار والغثيان وممكن ترجع، وده بيحصل كتير نتيجة لحركة العربية، وأعتقد باختلاف الأعمار مش بس الأطفال بيحصل لها كده، كمان مع ارتفاع درجات الحرارة ده بيحصل بشكل كبير. ومتهيألي يمكن امبارح مع الرجوع من الأجازات أعتقد إنه الناس كتير كان عندها المشكلة دي، عربياتها اتبهدلت علشان كان فيها ناس أثناء الرجوع من السفر تعبانين، واللي بيرجع واللي دايخ، فالموضوع كان صعب. ايه اللي بيحصل وليه ده بيحصل وازاي ممكن نتجنبه او نتغلب عليه؟ دلوقتي معانا على التليفون دكتور محمد عز، استاذ طب الاطفال ورئيس وحده الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب جامعه المنصوره. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، واكيد جات لك الشكوى دي امبارح من عدد كبير من الناس او اثناء السفر عموما مع ارتفاع درجات الحراره. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك وتحيه لجميع المشاهدين. اهلا بسيادتك. احنا طبعا في فصل الصيف، فهي الدنيا طبعا مع الرحلات والحركه بنشوف المشكله ديت، وزادت في الفتره اللي فاتت ديت خاصه مع الجو الحر والرطوبه العاليه اللي احنا بنشوفها في اليومين دول. خلينا نتكلم عن جزئيتين. الجزء الاولانيه ان في بعض الاطفال بتبقى طبيعه جسمهم عندهم استعداد لموضوع قيس. وهو السبب فيه ان في مركز في المخ اسمه مركز الترجيع، وفي مركز قريب منه اسمه مركز الاتزان. والاطفال دول لما بيركبوا عربيه والعربيه دي بتبدا تتحرك وفي مطبات كتيره، مركز الاتزان بيحاول يحافظ على نفسه، فبيدي اشارات لمركز الاتزان عشان يعني ينظم نفسه، بس المركز دول بيدي اشارات في نفس الوقت لمركز الترجيع. مركز الترجيع بيحصل له نوع من الاتساره فبيبدا الطفل يركب. الاطفال دول طبعا بتبقى طبيعه جسمهم كده. فهم الاطفال دول بيبقوا يعني شويه مزعجين لاهاليهم، يعني مع كل سفر الترجيع بيبدا يزيد والاهل بيبقى منزعجين جدا من الموضوع ده. طب يا دكتور معلش انا عايزه اسالك سؤال يبدو غير طبي شويه، هو المفروض الاهالي ايه الاحتياطات اللي تاخدها وهم هيركبوا العربيه مع اطفال وطالعين مسافرين؟ هل مثلا مكان الطفل في العربيه اذا كان يسمح مثلا انه يقعد قدام في حاله الدوار دي بتكون اقل شويه، ياكل ايه ما ياكلش ايه، هل في اي احتياطات ممكن ياخدوها قبل ما يسافروا؟ هو سؤال جميل جدا، يعني هو اللي يهم الاهل يعملوا ايه في حاجه زي كده وازاي يقللوا من الموضوع. اول حاجه لازم ان هم ما يعملوش اوفر استيميشن، يعني مش لازم يحسسوا الطفل ان هو مذنب وان احنا خايفين منك وانت هترجع. فهو الطفل بيبقى مركز معاهم قوي فهو خايف، فالموضوع الخوف نفسه بيستدعي الموضوع. فبيبقى تاني حاجة لا قدر الله لو حصل كده المفروض ان ما يحصلش نوع من التأنيب او التوبيخ للطفل بشكل شديد، لان هو بيحصل غصب عنه. اكيد فهو يعني هي بيقول طب انا ذنبي ايه، يعني انا طبيعتي كده. ده حتى بيحصل للكبار يا دكتور محمد مش بس الاطفال. لا هو في الكبار طبعا. يعني في الكبار، بس احنا عشان دكاترة اطفال فاحنا بننوه على النقطة دي اكثر في الاطفال يعني، بس طبعا بيحصل في الاطفال والكبار. وطبعا لها حلول كتيره. رقم واحد طبعا زي ما اتفقنا لازم يكون في تخطيط الرحله، بمعنى ان الطفل مش لازم ابدا ياكل وجبه ثقيله ابدا قبل السفر، بحيث ان الام خايفه فهو عشان الطريق طويل فانا هاكله وتقل في الاكل. طبعا كل ما يتقل في الاكل كل ما فرصته ان هو يرجع هتبقى عاليه جدا. رقم اثنين ان الطفل لازم يقعد في مكان يكون فيه تهويه كويسه، لان هي مواصلات عامه الافضل ان هو يكون قاعد جنب الشباك. او لو هو في سياره خاصه الافضل يكون قاعد في الكرسي الامامي او يكون برضه قاعد جنب الشباك، انما ما يقعدش في الوسط. ثاني حاجه لازم يكون في تهويه كويسه في المكان اللي قاعد فيه. برضه لو هو في تكييف يبقى خير، ما كانش في تكييف يبقى الشباك يكون مفتوح ويكون في تهويه برضه كويسه. احيانا بعض الامهات بتقول طب العب على التاب او امسك الموبايل او امسك كتاب اقعد اقرا فيه، بيزود ده الوقت. دي فكره خاطئه، يعني هو الطفل بيركز في عينيه في الكتاب وفجاه ما يرفع عينيه ويبص لحاجه ثانيه، عمليه تغيير النظره من حاجه قريبه لحاجه بعيده ده ممكن يعمل استفزاز لمركز التوازن فيبدا يحصل ترجيع. فهو افضل حاجه ان هو يبص يعني زي ما بيقولوا من الشباك في الافق ويبطلوا يتكلموا في حاجات، بحيث ان هو يعمل نوع من الديستراكشن او نوع من تشتيت الانتباه للطفل. يعني ما يقعدش يفكر طول الوقت ان انا هرجع هرجع امتى، انا يرغوا مع بعض في العربيه وهو وقت للتجمع الاسري يا دكتور. او لو في مواصلات عامه او غيره. هو طبعا في ادويه والادويه ديت يعني ابروفد في الاطفال او يعني يسمح ليها استخدامها في الاطفال، خاصه الاطفال دول وهم ادويه تسمى ادويه الدوار. وهي ادويه ضد الهستامين، يعني هي ادويه حساسيه في الاساس. بس هي بتقلل الاحساس بالدوار الى حد كبير، وبالتالي بتقلل الاحساس بالرغبه في الترجيع.
الادويه ده طبعا يعني ما نقدرش نقولها على الشاشه كده على طول، عشان طبعا هي لها جرعه مخصوصه، يعني الطفل عمره سنتين حسب العمر وكذلك غير اللي عنده 5 سنين، الطفل السنين شويه غير الطفل، وبرضه هي بتسبب النعاس، فبرضه الام تكون عامله حسابها ان الطفل لو اخذ الحاجه ديت ممكن ينام شويه، ودي بتبقى فرصه كويسه برضه من الطفل عشان ما يبقاش، لو الامر يعني خلاص يعني بيحصل لازم يكون زي ما احنا في الطياره كده بيبقى في كيس او الباج اللي يقدر الطفل يرجع فيها، بحيث ان هو ما يحوس الدنيا او يبهدل الدنيا. وبرده من الحاجات المهمه قوي على فكره حاجه اسمها تمارين الشهيق والزفير. الطفل لو اتعلم زي ما الوقت الثاني يبقى ستريسد او مشدود، لو هو اتعلم تمارين زي تمارين اليوجا كده انه ياخد نفس عميق ويطلع نفس بشويش، ياخد نفس عميق ويطلع نفس بشويش، الكلام ده ممكن يحبط مركز التربيه فيخلي الطفل قدرته على التربيه تبدا تقل بشكل كبير. برضه في بعض الروائح زي زيت النعناع وزيت القرنفل، بنجيب حاجه بسيطه كده ونحطها على انف الطفل. الحاجات الروائح ده قبل ما نركب المواصلات او العربيه ولا اثناء؟ لا واحنا اول ما بنركب يعني هو اول ما بنركب يحط حاجه بسيطه كده، وهو لو بدا يحس، ودي نقطه مهمه جدا بقى، لو بدا يحس ان هو خلاص على وشك ينصح لو هو يعني مواصلات خاصه انهم يوقفوا العربيه على جنب، والطفل ممكن ينزل يعني 5 دقائق 10 دقائق كده، وبعد كده يبدا يركب العربيه تاني. وساعتها برضه ممكن يستخدموا زيت زيت النعناع او زيت القرنفل، ده بيعمل شويه تقليل للرغبه ان هو يبدا الطفل يحس برغبه في التربيه او رغبه في ان هو يحصل. فدي بعض الحاجات اللي ممكن ينصح بيها للامهات عشان يقلل موضوع التربية اثناء ركوب السياره. طبعا هي بتزيد اكثر لما يبقى في مطبات كثيره، فهو ينصح طبعا اللي بيسوق يعني يكون يعني بشويش واحده واحده، يعني الطفل ممكن ما يتحملش الحركه الشديده او الخبطه الشديده ديت فيبدا يرجع بعدها. طب يا دكتور معلش، نوعيه الاكل اللي بيبقوا واكلينه بيفرق؟ يعني لانه بسمع امهات كتير تقول لاولادهم مش هناكل اكل مثلا الجانك فود وغيره، واحنا مثلا مسافرين مش هناكل اكل تقيل، ناكل حاجه خفيفه، ده يفرق ولا لا؟ يجب ان هو يكون في وجبه خفيفه وكميه صغيره، انما هو المقرمشات الجافه والمشروبات الغازيه والاكل اللي فيه دهون كتير دوت بيأخر تفريغ الاكل من المعده، وبالتالي الاكل بيفضل عمليه الهضم بتاعه صعب، والطفل دايما تبقى نفسه غم عليه فبيبقى بسهوله يرجع. فهو احنا بندي حاجات زي عصاير بسيطه او يعني مخبوزات بسيطه، انما هو الاكل لازم يكون كميات بسيطه حتى لو الرحله طويله، وممكن يكون بمعدل يعني متكرر، احسن ما ياكل وجبه كبيره، وطبعا قبل الرحله ما ياكلش وجبه كبيره. الحاجات اللي فيها دهون والحاجات الفاست فود دي مش مستحبه خالص، يعني هم ممكن في الطريق يوقفوا عشان يجيبوا فاست فود بعدها معدته تبدا تقلب، فهو ما يطوعوش في حاجه زي كده. المشروبات الغازيه طبعا مزعجه جدا للمعده، حاجه زي كده فلازم نخلي بالنا من طبيعه شرب الاطفال. يا دكتور المشروبات الغازيه حضرتك شايفه ازاي وده بقى موجود وبكثره، سواء لونها ابيض او لونها اسود؟ هو كويس والله انك حد، يعني احنا معلش انا اسف، يعني احيانا امي تقول لي ابن 6 شهور بشربه مشروبات غازيه، يعني حاجه عنيفه جدا وفكر سيء. والام اللي بتقول هنا لا بتبقى هي اللي غلسه يا دكتور، وهي اللي متحكمه وكانها يعني بتقول حاجه غريبه. لا ده حتى حضرتك تخيلي ان الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال منعت تماما حتى اعطاء العصائر الطبيعيه للاطفال قبل سن سنه. يعني هو الطفل لازم يتعود ياكل، انما الام بتعمل عصير وتحط عليه معلقه او معلقتين سكر وتديه للطفل. فطبعا دوت بيخلي الطفل عنده احساس دايما بالشبع، والسكر كتره بيدخل الاطفال في السن. فهو يعني حاجه خطا، هو احسن سائل ممكن يدخل جسم الطفل هو الميه. يليه المشروبات او العصائر الطبيعيه بدون اضافه سكريات فيها. انما المشروبات الغازيه والعصائر الصناعيه والعصائر اللي هي فيها مكسبات نكهه او فيها مكسبات لون للاسف مزعجه جدا ومتعبه جدا للجهاز الهضمي، وبتعمل التهابات في المعده مزمنه، يعني مع الوقت تلاقي الطفل دايما بطنه بتوجعه ودايما بيرجع كل وقت والثاني، وتقول الام ان هي فعلا ما بياكلش حاجه، لا هو عايش على انا اسف الشيبسيات والشوكولاتات والحلويات والحاجات الساقعه والحاجات اللي فيها مواد حافظه والوان صناعيه كتيره، الحاجات دي في الجسم لا يستطيع ان يتخلص من الالوان الصناعيه بسهوله. وبدري قوي يا دكتور عليهم. تعمل التهابات في المعده، وتلاقي الطفل فعلا طول الوقت وبنشوفه كتير طفل بطنه بتوجعه دايما، ما عنده تغذيه بشكل ووقت واخر، رافض ياكل. جهازه الهضمي كله عنده امساك اعتقد كمان. هو الامساك لابد ان يكون في خضار وفاكهه في الاكل الطفل، يعني لازم يكون في حاجه اسمها الياف في اكل الطفل.
لذلك الام تقول لي طب انا هشربه عصير طبيعي، اقول لها لا اكليه، اكليه الفاكهه احسن ما تشربيه عصير. ليه؟ لان الام مثلا لما تيجي تعمل له عصير برتقال فريش جميل جدا، بس هي بتعمل حاجه مش كويسه، ان هي بتصفي العصير من الالياف اللي فيه على اساس ان الطفل يقدر يشربه كويس. انما الفكره ان الالياف دي مهمه جدا، يعني الالياف دي بتشتغل كحاجه اسمها بريبايوتيك، يعني هي اللي بتنشط البكتيريا المفيده جوه الجهاز الهضمي. في بكتيريا كويسه في الجهاز الهضمي مستنيه الالياف دي ان هي تنزل عشان تشتغل عليها وتتغذى عليها وتخلي الجهاز الهضمي صحي. ثاني حاجه ان هي بتحسن فرقيه الجهاز الهضمي وبالتالي بتحسن موضوع الامساك. الامساك بقى مشكله عنيفه جدا بنشوفها دلوقتي في الاطفال للاسف نتيجه الاكل غير صحي والفاست فود والاكل اللي ما فيش فيه الياف. الاطفال دلوقتي معتمدين على العيش الفينو او الدقيق الابيض اكثر ما كانوا بياكلوا العيش البلدي اللي فيه رده. عاد بيعتمدوا على الخضار على المشروبات الغازيه والعصائر الصناعيه، ما بياخدوش الفاكهه والخضار بشكل كافي وبالتالي مش كويس. لا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عز استاذ طب الاطفال ورئيس وحده الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب جامعه المنصوره على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.